ازاي نقدر نستغل هذه الايام المباركه وفضل العشر الايام الاواخر من شهر رمضان في عمل الطاعات والحصول على الثواب العظيم، وازاي برضو الصائم يقدر هو يصفي قلبه من الحقد، يصفي قلبه من الحسد ويكمل بنقاء بقى باقي ايام السنه يا رب. ارحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الصادق، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه، اللي مشرفنا في الاستوديو. صباح الخير يا دكتور. اهلا اهلا بحضراتكم، كل عام. اهلا بحضرتك يا فندم، يعني كل سنه وحضرتك طيب. واحنا في اخر الايام، يعني والله زعلانين ان رمضان بيخلص في خير وبركة كده سبحان الله ما بتحسهاش طول السنة غير في شهر رمضان، وعايزين يعني اللي فاتوا بقى الأيام اللي فاتت ولسه عايز يلحق، عايز يجري، عايز يعمل أعمال خير ويقدر يوصل بيها لأعلى درجات العبادة. إزاي الصايم يقدر يوصل لأعلى درجات العبادة، وإزاي يقدر إن هو يصوم الصيام الصح، وإيه الأمور اللي بتتطلب توفرها عشان الصايم يوصل للدرجة دي من صالح الأعمال، وخليني أقول إنه الصيام الصح يعني. الحمد لله الذي امتن علينا بمواسم الخيرات وخص شهر رمضان بالفضل والتشريف والبركات، فحث فيه على عمل الطاعات والإكثار من القربات، وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام وأشرف من تهجد وقام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام. زي ما حضرتك تفضلتي، احنا في نهايه او خواتيم الشهر الكريم، شهر عشنا فيه اوقات من اسعد الاوقات، وبتبقى ذكريات واسعد الذكريات على نفس الانسان في حياته. في نهايات الشهر بنبقى حابين ان احنا برضو نجتهد، عشان زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الاعمال بالخواتيم. أنا مثلا ممكن كسلت شوية في أول الشهر، في وسط الشهر أهو آخر الشهر جه، الأعمال بالخواتيم. جميل جدا إن احنا نجتهد، ده هديه صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، جد وشد مئزره صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله وأحيا الليل بالعبادة والطاعة وذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من خير الدنيا وخير الآخرة. فكان بيعلم السيدة عائشة رضي الله عنها لما سألته ماذا أقول إن وفقت ليلة القدر، لأن العشر الأواخر احتوت على ليلة عظيمة اسمها ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نعم، علمها صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء المبارك، هذا الدعاء العظيم اللي هو بيشتمل على نفع وثواب وخير كبير للإنسان في نفسه وأهله وماله وأولاده في الدنيا وفي الآخرة، في المعاش وفي المعاد. بنقول إن احنا بنجتهد ليه؟ لأن زي ما إن الأعمال بالخواتيم، كذلك احنا قدامنا لسه فرص كبيرة بنطمح ونطلب من الله عز وجل انه يوفقنا له. من ضمن الفرص فرصة ليلة القدر، ودي ليلة عظيمة. حسيت بليلة القدر يا مولانا في الأيام اللي فاتت؟ أكيد إن العشر الأواخر أنا دايما أحب أقول إن هي كلها خير وبركة. بس في ليلة قلت هي، وما زال الأيام القادمة بترينا مزيد من الإشراقات والأنوار. فالحمد لله على هذا الخير وهذا العطاء، وبالتالي ما زال قدامنا فرص، وما زال قدامنا أن ليالي مرجوة أن هي تكون ليلة القدر، ليلة 27 29. الليلة العظيمة اللي هي آخر ليلة في شهر رمضان، في ناس كتيرة يعني بتنشغل عنها، رغم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هي ليلة الوفاء، توفية الأجور للعاملين اللي صاموا وقاموا وعمروا أيام وليالي وساعات شهر رمضان بالعبادة والذكر وتلاوة القرآن والصدقة والإحسان ونشر الخلق الحسن والكلمة الطيبة بين الناس. لهم أجر، بيوفوا إمتى؟ لما تنتهي أعمالهم، وده بيكون في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. فإحنا قدامنا فرص ما زال واجب إن إحنا نسعى إليها ونطمح إليها ونجتهد في طلبها. عسى الله عز وجل أن هو يكرمنا وأن يوفقنا وأن يمن علينا بالقبول والرضا. صحيح. إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير يا رب. طيب
دكتور، عاوز اعرف من حضرتك يعني في حاله وصول الصائم لاقصى درجات العباده، هو حس اللي هو كده انا وصلت لاقصى حاجه، هل بيكون في علامات بيستشعرها ممكن يشوفها الصائم في حاله التقرب للمولى عز وجل بشكل اكتر خلال هذا الشهر الكريم؟ جميل ان الانسان يسعى ان هو يفتش هل قبل عمله او لا. من اهم العلامات ان الانسان يديم على العباده والطاعه وهذه الخصال الحسنه اللي هو كان متمسك بيها ومتحلي بيها في شهر رمضان الكريم. الحاجه دي نلحظها في قول الله تعالى: ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا. ربنا سبحانه وتعالى كريم، متى تقرب إليه العبد تقرب الله سبحانه وتعالى إليه برحمته، بلطفه، بتوفيقه، بمنه، بإحسانه سبحانه وتعالى، بتوفيقه للطاعات. فالإنسان اللي وفق واجتهد إن هو يجاهد نفسه ويجاهد أهواءه إنه يقيم نفسه في المكان اللي يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، جدير بيه إنه هو يكمل على كده. صحيح. وإنه يستمر على هذا المنوال، وإن هو ده المعنى الحقيقي للتقوى اللي كانت غاية كبيرة وهدف كبير ولوحة عريضة كده علقت على مدرسة الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل أسباب المعاصي والوصول إلى ما يغضب الله عز وجل في رمضان وبعد رمضان، يبقى ده فايدة كبيرة وفايدة عظيمة يجب ان احنا نتمسك بيها نمشي عليها. هو ده اهم واكبر ملامح علامات القبول للعبد. ولذلك قالوا: من علامة قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها. ان ربنا يوفقنا نعمل حسنة بعد رمضان ونستمر ونستزيد من الخير. عرفنا باب الصدقة نكمل، عرفنا باب الإحسان ويعني تلمس حاجات المحتاجين نكمل على هذا المنوال. بر الوالدين، حسن الجوار، كل الأعمال الطيبة، الدعاء، ذكر الله، تلاوة القرآن، نستمر على هذا الإحسان وهذه الحسنات، يبقى ده أعظم العلامات على القبول.